إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة اللهم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء You see this man. Very dangerous, you know. ما شاء الله تبارك الله تاريخ 30/7 شوفوا كيف هني في المنامة شوفوا الريح والأمطار الناس موقفة حتى السيارات مش قادرة تتحرك أمطار وريح سبحان الله والله إن الشارع ما ينشاف سبحانك يا ربي ريح يا جماعة ريح مش طبيعي ريح مع أمطار مش طبيعي هني في المنامة ما شاء الله تبارك الله يعني هذا يعني شيء مش طبيعي صراحة سبحانك يا رب